زوجته وانتهت العدة ولم يراجعها وأصبح الطلاق واقعا، وبعد مرور 6 شهور أو سنة اتفق سوين على أن يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد، فهل هذا جائز؟ شوف يا إخواني، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الطلقة الأولى رجعية والثانية رجعية، فإن طلقها من بعد فلا تحل لها حتى تنكح زوجا غيره. في الطلقة الرجعية المرأة في عدتها، إن كانت من أهل الحيض عدتها ثلاثة، فعدتهن ثلاثة قروء، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار على القولين المشهورين. وإذا كانت ما تحيض فعدتها ثلاثة أشهر ولا لم يحض. في هذه الحالة انقضت له أن يراجعها في فترة العدة وتبقى بقية الطلقات. إذا انقضت العدة ولم يراجعها جاز أن يراجعها بعد العدة، طبعا الإرجاع في فترة العدة من غير مهر، لكن أشهدوا ذوي عدل منكم. للناس ينسى الإنسان، يقول لك لا والله ما طلقت أنا ماني متذكر. فإن أتمت عدتها جاز له أن يراجعها بمهر وشهود مع وليها، ويبقى له ما بقي من الطلقات. طيب، إن طلقها رجعيا وانقضت عدتها فتزوجت غيره ثم طلقها ثم تزوجها، يرجع على 3 طلقات جديدة. وضحت مشايخنا؟ نعم. يرجع على الطلقات اللي باقية عنده، إذا كان طلق مرة تبقى له طلقتان، وإذا طلق مرتين تبقى له أيوة. حتى العدة إيش فائدتها؟ أنه له أن يراجعها من غير مهر، من غير مهر ومن غير أن يستشيرها، فإن قال راجعتك وإن جامعها أو كذا خلاص. وضحت الآن؟ ويكتب فقط وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. العدة إذا تمت له أن يراجعها لكن بإذنها، يعني ليس غصبا عنها. لو قالت ما أبغى ما خلاص، ما له حكي عنده خلاص، بانت منه بإذنها وبمهر وشهود وولي على ما بقي من الطلقات، على ما بقي من الطلقات حتى وقت العدة إذا مات. لا لا، ما في، ليس له الأمر هذا. لا ليس له الأمر. لا لا ما لها، الأمور الزوجية ما لها خلاص. هذا الشرع، الشريعة، هذه الشريعة ليس لها. إذا انقضى العدة هي لها ذلك. نعم.